فاك دي شو بعمل ليك ليش جاي ثمان شهور ثمان شهور سنين بدو بالنسبه للوضعيه ديال الاسماء وكذا الى اخره كاين عباد الله اللي من قاس 2020 اللي قالوا لهم الباب الحباب في الخدمه باقيين اليوم يا هذا تيقلبوا على الخدمه كاين واحد اخرين بقينا معاهم علمين علاش راه هو تيشوف هاد السيده وما تيسالش يشوف هاد السيده وما تيسالش كثير اربع سنين عاد باش كيفسر ليه الله في الزوجه اللي هي مكتبه لي ودابا الحمد لله امورهم غادي بخير وعلى خير علاش؟ لانه هاد الناس انا دابا كبرنا ناس بالنسبه لي كيف كيتعامل مع التكنولوجيا باش شفتها تكتبها في النبي في الاول كيف كيتعامل مع التكنولوجيا كيف كيتعامل مع الفروض والامتحانات بريباريت كيشبه لي كذا اكزرسيس صوت سين لغه النقطه علاقتنا الاجتماعيه مختلفه تماما علاقتنا البشريه مختلفه تماما فضلا عن علاقتنا بالله عز وجل ولينا باغين انه حتى في مقادير الله علما انه راه ملي كتسول واش انت مسلم ولا مسلم كتقول ليه واش تؤمن باصول الايمان الست الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره تطلع يقول لك الله يا ودي انا لا انكر هذا طيب اين الايمان بالقضاء والقدر اذا كنت تدل على ربك وتريد منه ان يستجيب لك كما تريد انت لا كما يريد هو وفي الوقت الذي تريد انت لا في الوقت الذي يختاره هو وبالشكل الذي تريد انت لا بالشكل الذي يقتضيه هو هذه امور كلها تقريبا ما بقاتش داخله عندنا في الحسابات بسببها ولو عندنا الاشكالات النفسيه اللي هي في العمق مشكل نفسي مشكل هشاشه نفسيه لم نعلم لم نستطع ان نعالجها بالشكل الذي ينبغي من خلال ايات القران ومن خلال احاديث النبي عليه الصلاه والسلام كيجي عندك يقول يا رسول الله اوصيني بالله عليك شي واحد جا عندك وقال لك ودي في المسائل ديالي ديال الايمان بغيت توصيني باش تقدر توصيني مثال جا عندك واحد قال لك وصيني باش تقدر توصيني الصلاه ممتاز زيد اي حاجه باش تقدر توصيني جا واحد صاحبك قال لك اوصيني انا غادي دابا شي طريق غادي شي بلاصه اوصيني الصبر ممتاز الظن بالله حسن الظن بالله حسن الظن بالله احسنت الله يفتح هذا الشيء كله وصاير فالنبي عليه الصلاه والسلام كان تيفورمي الوصيه على حسب هذاك اللي جاي خليه فينا حنا اللي جاي واحد يقول لي اوصني يقول لي لا ترضى فالصحابي بحال زعما زوينه هذه ولكن شفنا شي عباره فقررها فقال لا تغضب ما حدوك يعاودها هو كيقول لي لا تغضب تيجي عنده واحد اخر سفيان بن عبد الله الثقفي هذا من اواخر من اسلم هذا في قبيل الفتح من اللي جا عنده ويقول ليه هذا شنو كان هذا راه كان حربا على نبي الله صلى الله عليه وسلم وكان من بني عمومته سفيان بن عبد الله الثقفي من اللي قال يا رسول الله اوصني او لقل كلاما لا اسال عنه في الاسلام احد بعدك قال قل امنت بالله ثم استقم فالتعامل ديالنا حنايا مع الوصايا النبويه مثلا القران الكريم تقول لك اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا هذه الآية هذه تتقاد لك جوج ديال الأمور أول حاجة كتقول لك أن والديك أو أولادك علاقتك بهم خاصها تكون علاقة الإنصاف أنا ما تعرفش أين هو اللي يكتب لك به الأجر بعد ذلك فما عندكش الحق أنك تتعامل مع هذا أحسن من هذا وخا تكون مزوج بأكثر من مرأة القضية هذو أولاد المرأة الأولى وهذو أولاد المرأة الثانية أو لا هادو ولاد المرأة اللي جوجني بها با وهادو ولاد المرأة اللي أنا اختاريتها أو لا هادو ولاد الراجل الأول من بعد ما مات ودوز عليا الحرام والمريض وهادو ولاد الراجل الثاني اللي يحبني يحبك ما عندكش الحق المسألة الثانية على مستوى الصحة النفسية اللي كتهمني في مثل هذا أنا أمثلة ويمكنكم استثارة معاني القرآن من خلال آياتي وحنا داخلين على شهر القرآن الكريم أنه ما عندكش الحق إيمانيا وحفاظا على صحتك النفسية أن تبالغ في تعلقك بهؤلاء الأشخاص في الصفحة يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم